أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة، برنامج جديد إن شاء الله ينال رضاكم وإعجابكم. هيكلم كل جمهور الكرة المصرية، الثالثة يمين وشمال، كل الناس هتتكلم، كل الناس هتقول آرائها. هيكون دايما معانا نجم من النجوم بنتكلم معاه عن أهم القضايا المثارة، وكمان هيكون عندنا آراء التالتة يمين وآراء التالتة شمال من خلال صحفيين ومن خلال جمهور ومن خلال ناشطين على سوشيال ميديا، سواء كان الزمالك أو الأهلي. التالتة يمين وشمال هنتكلم فيه عن كل أنواع القضايا وكل المباريات وكل الأحداث بحيادية تامة. هنسيب الرأي للضيوف وهنسيب الناس تتكلم زي ما هي عايز. أهم حاجة حابب أبدأ فيها أو بيها إن إحنا عندنا قضايا كتيرة جدا جدا جدا، جمهور التالتة يمين وجمهور التالتة شمال حابب يعرف القضايا دي مصيرها إيه، وعندنا مشاكل إدارية سواء كانت في الأندية أو في الاتحادات، الناس عايزة تعرف المشاكل دي نهايتها إيه، وعندنا قضايا مثارة وقضايا في البعض بيحاول إنها ما تثارش، سواء كانت انتخابات أو تأسيس شركات رياضية أو لقب القرن أو قضايا كتير جدا لعديد من اللاعبين، الناس عايزة تعرف الحقائق بشفافية ووضوح. مش هنقول لضيفنا تقول إيه وما تقولش إيه، لكن هنسيبه يتكلم براحته زي ما يحب. خليني أرحب بالخبير الكبير اللوائحي اللي من 40 سنة بيشتغل في المجال وزع صيته جدا في كل الأوقات، خاصة في الآونة الأخيرة، صاحب رأي حر وجريء انتماؤه ما بيأثرش على آرائه، خبيرنا الكبير أستاذ محمد بيومي، منورنا. الله يخليك، متشكر جدا على المقدمة المحترمة اللطيفة. أستاذ محمد، يعني ده رأيي فيك على برا الهوى، وفي الهوى بتكلم إن أنت الكل يعرف إن انتمائك أهلاوي وبتشجع النادي الأهلي وأنت أعلنت ده على الهوى، لكن ده ما بيمنعكش من إنك تقول الواقع وتقول الحقيقة وتقول اللي يرضي ربنا ويرضي ضميرك، ما بتهنش حد، لكن بتقول رأيك بمنتهى الشفافية والوضوح عديد من القضايا. طبيعة العمل وشرف المهنة يحتم علي الصدق والموضوعية، سواء كان ضد النادي اللي بحبه أو ضد أي شخص، أنا بقول كلمة الحق ولا أخشى في الحق لو ما تلائم. الله عليك. أول حاجة، يمكن تم استحداث حاجة جديدة، يمكن قالوا إن كل الأندية ستتحول إلى شركات مساهمة من فترة كبيرة جدا، وخرج علينا نادي الزمالك بتصريح قبل كده من فترة مش قريبة يعني، وبعد كده نادي الأهلي أعلن بشكل رسمي عن تأسيس شركة رياضية. عايز أعرف حكاية تأسيس شركة رياضية وإزاي النادي يتحول لشركة رياضية، وهل النادي لما يتحول لشركة رياضية بيكون ملك لأصحاب الأسهم ولا ملك الأعضاء ولا ملك للدولة؟ كل الأسئلة دي الجمهور، جمهور التالتة يمين وشمال، حابب يعرف من حضرتك يعني إيه تأسيس شركة رياضية أو تحويل النادي إلى شركة مساهمة. تمام. تحول أندية الكورة أو الكورة في الأندية إلى شركات تجارية، يعني يبقى كيان بيمارس المهنة دي كمحترف، ده النظام العالمي الجديد، ومعظم أندية أوروبا الكبيرة هي شركات مساهمة لها أسهم في البورصة. أكثر الدول العربية تقدم في هذا المجال هي الإمارات. الإمارات من أكثر من 10 سنوات اتحولت إلى الأندية الكرة هناك إلى شركات، بس معظم أندية الإمارات ملكية خاصة بيملكها أشخاص طبيعيين، لكن عشان يعني ما ننتهش أو نكون محددين ومركزين والناس تفهم، نبص للواقع عندنا في مصر. هنجد عندنا الملكية عندنا ثلاث أنواع، يا إما شخص طبيعي بيملك نادي، ده ملكية الأندية، شخص طبيعي بيملك نادي زي مثلا وادي دجلة، زي الجونة، زي الأسيوطي، بيراميدز. شخص طبيعي يعني أنا وحضرتك، تمام، أو شخصية اعتبارية يعني كيان تجاري أو وزارة أو مؤسسة حكومية أو خاصة لكنها كيان اعتباري شركة. وبالتالي هنا النادي بيكون كيان تجاري بحكم التبعية لهيئة تجارية
أو لشخصية اعتبارية عندها ربح وخسارة، زي أندية الجيش، زي أندية البترول، دي شركات أصلا وبتمتلك أندية. أندية. خلاص، فإذا المالك هنا شخصية اعتبارية. زي ما قلت حضرتك الوزارات والهيئات. نيجي بعد كده بقى الملك الثالث. النوع الثالث اللي هي الأندية الجماهيرية. ودي أصعب نوع من الأندية. اللي هم الأهلي والزمالك، كل الأندية الجماهيرية. الأولانيين واحد بالتبعية كيان تجاري اللي هو الشخصية الاعتبارية وزارة طبعًا أو مؤسسة، أو الشركة. الثاني شخص طبيعي، ده ممكن يبقى أي شركة، شركة توصية بسيطة، شركة تضامن، تمام؟ أو حتى لو عاوز يبقى شركة مساهمة ممكن، أو لو مش عاوز يبقى شركة أيضًا هو حر، تمام؟ النوع الثالث بقى اللي هو الأندية الجماهيرية. الأندية الجماهيرية لا يصلح لها إلا الشركات المساهمة. ليه؟ لأن الملاك الحقيقيين في هذه الأندية أعضاء الجمعية العمومية. الله ينور عليك. العاملين. العاملين. يعني عضو رياضي لا، لعيب لا، العضو العامل. العضو العامل. اللي بيدفع اشتراك شهري سنوي. دولة الملاك الحقيقيين. للنادي. للنادي. طيب أنا عشان أجي أحول النادي ده لشركة مساهمة، ما ينفعش للشركات المساهمة. بعمل عقد التأسيس. وبحدد في عقد التأسيس العلاقة ما بين النادي والجمعية العمومية والشركة. ثلاث كيانات. في عقد التأسيس بذكر إجراءات التحول إلى شركة مساهمة، متضمن عدد الأسهم، قيمة الأسهم، توزيع الملكية. وهقول باختصار لأن الموضوع كبير قوي. أصحاب الاكتتاب الأول في هذه الشركة هم الملاك الحقيقيين أعضاء الجمعية العمومية، أصحاب الرأي. دولت أصحاب الاكتتاب الأول. يعني أنا ما نزلش أسهم في البورصة كده اشترهم، لا، أصحاب العضو. العضو أهم. ولهم 49% ليهم 49% من الأسهم. ياخدوا اللي ياخدوه، اتبقى أسهم أنزلها البورصة أبيعها. لكن لو في حد عضو جمعية عمومية وحد من خارج الجمعية العمومية، الأولى عضو الجمعية العمومية. أيوه، الأولوية له أولاً. لغاية ما يخلصوا، خدوا اللي هم عايزينه، فضل أسهم الجمهور بقى نطرحها بقى للناس للجماهير. طب ليه 49%؟ عشان أحافظ على كيان وهوية النادي، وأضمن إنه ما يتباعش لأي ناس خارجيين يكون لهم النسبة الأكبر من الأسهم، بالتالي تنتهي هوية النادي. ممكن ياخدوا قراراتهم، يبطلوا الكورة، يبيعوا ده، يشتروا ده. النادي بيتباع فعلا. يعني النادي بيتباع. النادي، آسف، كرة القدم. هي طبعا احنا بنتكلم عن لعبة كرة القدم في النادي. في بالزبط. نادي قائم على كرة القدم فقط، وفي أندية فيها جميع الألعاب. يعني ده موضوع في منتهى الخطورة. عشان مثلا النادي الأهلي يتحول إلى شركة مساهمة كاملة الأركان والإجراءات المحددة في عقد التأسيس، وبكرر كلمة عقد التأسيس لأن ده الدستور اللي بينظم العلاقة. وكأن حضرتك كده بتلفت انتباهنا إن ما حصلش ده. لا، وما حصلش عقد تأسيس، وما حصلش إن هم خدوا رأي الجمعية العمومية في النادي الأهلي. بص، نعمل ولا نأسس ولا لا. أنا متهم دائما ان انا بهاجم النادي الاهلي، مع انك اهلاوي. وانا اهلاوي والله، بحب النادي الاهلي قوي يعني، لكن لما ببقى غلطان بقول غلطان. كويس. لذلك المره دي انا بقى ما هاجمتش. انا نزلت 10 بوستات فيهم 10 نصائح للنادي الاهلي ازاي يتحولوا الى شركه مساهمه في كره القدم، في كره القدم، وحددت تعملوا كذا وتعملوا كذا. لكن البيان اللي نزل من النادي الاهلي أنا لا أرى أكتر من دعاية انتخابية للمجلس الإدارة الحالي، دعاية مبكرة يعني. كويس. يعني إن النادي الأهلي مش شركة فعلية. لا طبعًا. مش شركة فعلية. أنت عشان تعمل الشركة الفعلية لازم أولًا النظام عقد التأسيس يعرض على الجمعية العمومية. في ناس بقى ردت عليا على الفيس وكلموني في التليفون، قالوا ما هو الجمعية العمومية مفوضة بالانتخابات، مجلس الإدارة بأنه ينشئ شركات ويعمل كذا ويعمل كذا والأمور دي. كويس. قلت لهم ده مش معناه
ان مجلس الاداره يصدر قرار زي دوت ويحدد رئيس مجلس اداره الشركه ويحدد نائب الرئيس، وكل دي اجراءات وهم مش حقيقيه، لان هذه التعيينات بتخضع لضوابط قانونيه معينه بما فيها العضو المنتدب. طب انت حطيت رئيس مجلس الاداره ده ايه صلاحياته دلوقتي؟ هو بيملك ايه؟ المفروض تقوم باجراءات التاسيس الاول عشان تحدد الملكيات وتحدد الصلاحيات وتحدد العضو المنتدب، اجراءات كتير تنتهي تقريبا في حدود 3 سنين. اذا طب هو الان عمل شركه اداره رياضيه، لا توجد شركه، هتعمل ايه؟ لا توجد شركة باسم نادي الاهلي، لا مفيش، لا ده وهم، وهم حاليا وهم. لكن عشان تعملها اعمل جمعيه عموميه غير عاديه، وبند واحد بس، عقد التاسيس. اخر عقد تاسيس انا عملته كان في حدود 112 صفحه. طبعا انا اشتغلت في الامارات، والامارات يعني كلها شركات مساهمه تقريبا. لا مش مساهمه، هي شركات بيملكها اشخاص فرد، فرد واحد، يعني مثلا الجزيره بيملكوا الشيخ منصور، كويس، العين اظن بيملكوا الشيخ هزاع، ما بيطرحوش اسهم، لا ملكية خاصة، ملكية خاصة، أشخاص طبيعيين بيملكوها، أو ممكن يكون يعني شركة تضامن أكتر من شيخ أو أكتر موجودين من مع بعضهم. السعودية أنا برضو نفس الشيء، كويس، خلاص. خلاصة الأمر إن لازم الأهلي يظبط حاله عشان يعمل برضو وهم. هو الزمالك ما أعلنش، لا وهم برضو يعني ما أعلنش، يعني هو الزمالك لا أعلن، أعلن إن هو سيؤسس، لكن الاهلي عمل مؤتمر واعلن ان في شركه، واعلن رئيس مجلس الاداره، واعلن الاعضاء، قالوا الجحا عد موج البحر، قال لهم الجايات اكتر من رايحه، صحيح، قاعدين الايام هنشوف شركه النادي الاهلي هتوصل لفين. نو واي، ما فيش اي مجال غير انه يعمل عقد التاسيس ويعرضه على الجمعيه العموميه، لان ده الدستور اللي هنظم العلاقه. في رايك بعد قد ايه ممكن نقول ان الشركه لو بداوا باجراءات صحيحه تاخد لها حوالي 3 سنين؟ 3 سنين على ما تنزل الاسهم في البورصه، على ما تنزل الاسهم، يعني كل الكلام. بس ده موضوع عظيم، موضوع طبعا كبير، خلي بالك، وهو مستقبل الكره المصريه، خلي بالك، الاهلي والزمالك اذا انتبهوا له صح ده موضوع كويس قوي، بس محتاج يتعمل بشكل ليه؟ صحيح ليه؟ يعني مثلا الاهلي عاوز يبني الاستاد، الشركه عاوز يبني له استاد خاص، الاهلي ما عندوش استاد خاص، يعني راح اتعاقد مع السلام وبروباجندا ودعايه في ايه؟ وهو مش استاد، ده هو اجر استاد زي ما كان بيأجر برج العرب ولا بيأجر خلاص. فيعني في وعشان خدوا حق انتفاع فتره، يعني حق انتفاع ما بفلوس، بفلوس مش بتاعك في النهايه، مش بتاعك، لكن انت عشان بعي بقى مظبوط تبني لك استاد، طب انت محتاج مليارات عشان تبني الاستاد، لو عندك الشركه تعمل ده. الشركه دي قول لي ليه؟ الشركة دي هتدخل مليارات، لما يبيع الأسهم هتدخل مليارات للنادي الأهلي والزمالك نفس الشيء، والزمالك يقدر هنا بقى يبني الاستاد بتاعه، محتاج فلوس كتير طبعا. بالفلوس دي ولما يعمل أسهم، الأسهم دي قيمتها هتبقى قوية جدا، لأنه هو دلوقتي مثلا ما يجي يعمل الشركة ملوش دعوة بالمنشآت، وما تدخلش ضمن ممتلكات الشركة، منشآت النادي الأهلي كلها ما تدخلش ضمن الممتلكات، لكن لو الشركه بنت الاستاد بقى بتاعها وكمان شوف بقى اسهم الشركه دي لما تبني الاستاد تبقى بكام طبعا، ولا زمالك حجمها كبير، فده موضوع كويس قوي، بس محتاجين نشتغله صح. ما هم اللي بيتكلم مش فاهم، ما هو يعني عارف اللي بيروح يصطاد في البحر وهو مش عارف اختار البحر ايه، فبيبقى عنده نوع من الشجاعه غشوميه، يعني ممكن بدل مش عارف الاخطار، بدل ما يصطاد يغرق بالظبط، تيجي سمكة قرش تاكله، كويس. لكن اللي فاهم بيبقى قلق شويه، عارف ايه الاجراءات وايه اللي لازم يحصل، فبيقول بسرعه بينبه، فيقول لك انت معوق لا انا مش معوق، انا بقول لك مشروع عظيم بس اعمله صح. عايز اسيب الجزئيه دي واروح، يعني كل الناس ما بتسمع يمكن اخر سنتين كده كل ما بيسمعوا اسم الخبير اللوائحي الاستاذ محمد بيومي لازم على طول يروحوا لقضيه لقب نادي القرن. على فكره بالمناسبه بشكل تلقائي وطبيعي، فلازم انا عايز اناقش القضيه دي بكل تفاصيلها، بدات ازاي وانتهت ازاي. هقولها لك وبمنتهى الامانه، بس على فكره انا شخص في الوسط الرياضي، معظم العاملين انا شخص غير مرغوب فيه. ليه؟ لان انا بقول الحق بهاجمهم، سواء من الطرف ده او من الطرف ده، وعلى اعلى مستوى
حتى كويس. حتى الاتحادات يعني انا سمعت الكلمه دي يعني واقول لك بدون مبالغه 1000 مره طب لما انت عندك العلم ده والمعلومات دي ما بيستفيدوش منك ليه؟ قلت لهم ولا هيستفيدوا ليه؟ لانه ما عاوزين حد يفسر لهم، مش عاوزين حد يقول لهم انت غلط انتوا غلطانين. يعني مثلا اتحاد الكوره كوارث مش اخطاء. هقول لك دلوقتي كويس في قضيه نادي القرن وباختصار شديد، وانا تجادلت مع ناس محترمين كتير انا بحترمهم يعني بحبهم كمان يعني الكابتن شطة دكتور طارق الأدور وإلى آخره في موضوع قضية نادي القرن، وبنصل عند مرحلة معينة ويتراجعوا على طول. أنا بقول لك يعني أنا بحترمهم جدا يعني بنصل عند مين منتخب القرن؟ منتخب مصر ولا الكاميرون؟ هنا بقى يتراجع ويقول لك أنا ماليش دعوة بالموضوع ومش عارف ايه. هو في حقيقة الامر وباختصار شديد جدا منتخب القرن هو منتخب مصر طبعا. لان عنده 4 بطولات افريقية مقابل 2 لكاميرون، والكاميرون 2 بيحاولوا بقى يبرروا رأيهم بيقول لك ايه لا مشاركات الكاميرون في كاس العالم اكتر منا. مشاركات كاس العالم تتبع الاتحاد الدولي ولها رانكينج تاني ترتيب تاني وبيصنفها الاتحاد الدولي، اما لقب نادي القرن يتبع الاتحاد الافريقي وبيع المشاركات المحلية وبيع منتخب مصر على مرأة ومسمع من اتحاد الكرة ولم يدافع عن حق مصر في حصولها على منتخب القرن وتركوا الأمر للكاميرون في قضية أو صفقة تبادلية مش كويسة، مش عايز أقول تعبيرات يعني خلينا نتكلم يعني بأرق التعبيرات يعني مش كويسة، وهي حقيقة الأمر لا هو مش الاهلي نادي القرن هو الزمالك نادي القرن رغم انك اهلاوي بنأكد رغم انك انت اهلاوي حق يعني حق كويس وفي ادله وبراهين كتير وتناقشنا كتير، لكن هو اللي بيدعو للدهشه ان نادي الزمالك ما بيدورش على حق هامل القضيه من ايام الدكتور كمال درويش اللي حصلت في عهده هذه مش عاوز اقول اي الأزمة يعني كويس حتى المستشار مرتضى منصور طيب انا تراجع بصوره غريبه جدا. انا هقول لك حاجه غريبه جدا يعني بتحصل معايا حصلت معايا في كذا نادي، يبقى النادي عنده قضيه من سنتين ثلاثه مرميه ولا سائل فيها وبعدين يجي يكلموني قال لهم مثلا انت عندك حق في كذا 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 وكذا، يقول لي طب انت مستعد تشتغل القضيه؟ قلت لهم قال لهم مثلا ماشي. اول ما اخش اشتغل القضيه الاقي 20 واحد دخلوا من كل حد من وصول كل واحد عامل خبير طيب ما هي مرميه عندكم من 3-4 سنين ما بتتكلموش ما تشتغلوها ما بتتكلموش ليه؟ برضو في قضيه نادي القرن اما جيت دخلت لقيت 3-4 ظهروا من هنا ومن هنا ومن هنا كويس وكله عاوز يعمل شو وبيكلمني وبيقول لي خليني معاه، اقول له يا عم دي قضيه قانونيه بتخضع لقواعد ما فيش حد بيتدخل فيها والقضيه بيبقى طيب فيها هنا اي حد بيتفرج عليا او بيتفرج على حضرتك او بيشوف البرنامج هيقول طيب انت مسكت الملف، انت شخصيا توليت الملف وتم الاعلان انك انت اصبحت من تولى هذا الملف رغم ان جات لك بعض المطالبات من يعني ناس في القلعه الحمراء او النادي الاهلي بانك انت ما تتولاش الملف، ورغم ذلك توليت الملف لان انت عاوز تشتغل وقلت لي لسببين مهمين جدا، السبب الاول انها قضيه حق، السبب الثاني انها قضيه القرن كله. طبعا دي قضيه صعبه يعني هو بفضل الله أنا عندي خبرة كويسة قوي في القضايا الرياضية. كان الزمالك ممكن يحصل على هذا اللقب؟ طبعا بس هي قضايا صعبة مش أي حد يعرف يشتغلها يعني مثلا المستشار مرتضى لجأ لمحامين أجانب قالوا لا دي قضية خسرانة ما نشتغلهاش ورفضوا خلاص. بعدك ولا قبلك؟ قبلي. قبلك وبعدي وبعدك وبعدين هو قال إن أنا الكلام اللي كتبته كلام انشا. اولا انا طيب خليني اخد المستشار محمود العسال المستشار القانوني لنادي الزمالك ومستشار قانوني لعده جهات اعلاميه وكيانات ونقابات مع المستشار محمود العسال كل التحيه والتقدير لحضرتك. الخط قطع نرجع تاني. هناخد المستشار انه في كلام مهم جدا يخص القضيه دي وغيرها من القضايا. طيب انت قلت ان المستشار مرتضى منصور اتهم
يعني ما عجبوش ما عجبوش الملف. هو لا ده هو اللي حصل ايه؟ المستشار احمد جلال ابراهيم بعد ما انت كتبت الملف ما عجبوش الملف واحمد لا هو قرا واحمد مرتضى منصور قعدنا مع بعض يوم الاثنين 4 ساعات قروا كل حرف مكتوب في المذكره اللي انا عملتها. تمام تمام دي ليه ودي عشان ايه ودي مش عارف ايه والهدف ايه كل ده. المستشار احمد جلال ابراهيم رجل قانون يعني كبير كويس. المهم تمام نترجم ترجمنا يوم الاربعاء خلاص. قلت للسكرتير اسحب على ورق النادي وخل اللواء علاء مقلد يوقع وابعت اتحاد الكوره. راحت اتحاد الكوره وصلت بالفعل الشكوى المقدمه من نادي الزمالك. المستشار مرتضى منصور اتجنن وجي ساحبها من اتحاد الكوره. اولا هم قرم كويس تمام. هو قرى نفسه ولا واحمد ابنه خد نسخه من الملف عشان يوريها له خلاص. الكلام ده يوم الاثنين وكان في لجنه مشكله ايوه الثلاث الاربع الخميس هم بقى وروا له ما ورولوش انا ما اعرفش انا ماليش دعوه. انت أنا عملت عمل انتهى عملت المذكره الاولانيه واتقدمت للترجمه الاتحاد الافريقي عن طريق الاتحاد المصري تمام تمام. اتسحبت اتصلت بالمستشار احمد جلال قلت له هو سحب الملف ليه؟ قال لي ما اعرفش هشوف. قلت له خلاص هو حر على كيفه لان انا عايله في الشروط اذا حد تدخل انا هتنسحب كويس. وفعلا انسحبت ولا كان وقعدت فتره طويله حتى ممتنع عن الكلام في الموضوع دوت كويس. وحتى الناس قعدت تقول لك ده مش عارف ايه ده الملف وحش وانا هبعته لك شخصيا ليك واقرا وشوف الكلام اللي انا كاتبه الحرف يتقل بالذهب ولا كلام انشا زي ما قال المستشار مرتضى. المهم يعني انا تركت القضيه. طب انت تركت القضيه من تلقاء نفسك ما حدش اعفاك يعني؟ انا انسحبت بس هو كمان من ضمن الحاجات اللي انا اشترطتها لما قعدت ما قلت له لا تقول له محامي فرنساوي ولا ايطالي ولا كلام من ده يعني قلت له انا فاهم شغله وعارف هعمل ايه كويس. فطلع تاني يوم انا هشاور محامي ايطالي محامي فرنساوي وانا قايل له انا هنسحب فانا انسحبت على طول ما كلمتش حد ولا سالت خلاص يعني انا اعلنت انسحابي من القضيه عشان الاتفاق اللي بينا ما تمش. ان لو حد تدخل او في حد جاي انت بتنسحب كويس. لا ولقيت 20 واحد كله طب انتوا فين من زمان؟ انتوا فين من 20 سنه؟ كويس. وبعدين على فكره انا قايل الراي ده من زمان قوي ان الزمالك ان الزمالك هو صاحب من 7-8 سنين واكتر. هو يحسب للمستشار مرتضى منصور انه خد خطوه في هذا الامر ولا يحسب له اي حاجه؟ ليه؟ ولا عمل اي حاجه ده دمر القضيه دمر القضية وبعدين في الاخر بيقول لك ايه احنا اديناها للاستاذ فلان الفلاني صحفي. طب هو ماله علاقته بالقضايا القانونية والحاجات دي خلاص. طب اقول لك حاجة شخصية زملكاوية كبيرة من 3-4 شهور قال لي انت عندك استعداد تكمل قضية القرن. لحظة بعد تجميد مجلس المستشار مرتضى منصور شخصية زملكاوية ادارية ولا شخصية عامة؟ لا شخصية كبيرة كان رئيس نادي قبل مجلس كده. كان رئيس نادي سابق. لا نائب رئيس. كان نائب رئيس عرفت خلاص. بس مسك مسك رئيس بتعين شوية تقريبا وشخص محترم جدا يعني وقال انت عندك استعداد؟ قلت له كويس. تاني مرة تانية رد بقى واحد من التنفيذيين الموجودين في المجلس اللجنة اللي مشيت قال هنتكلف فلوس كتير ومش عارف ايه. قلت له ولا حاجة خالص اكتر من الرسوم اللي هتدفعها لمحكمه التحكيم الرياضي الفيفا الاتحاد الافريقي ببلاش. الرسوم اللي هتدفع لمحكمه التحكيم الرياضي ما فيش اكتر من كده وانا مش عاوز حاجه. وانت في المرتين قلت مش عايز مش عايز مقام. تمام. وقلت للمستشار مرتضى بيقول لي قلت له لا انا مش عايز فلوس انا تهمني القضيه انا القضيه عندي دي قضيه كبيره لها قيمه كويس وانا عارف اشتغلها ازاي وانا راجل كبير يعني ما بهرجش اما بقول حاجه زي كده فانا يعني اسمي وسني ما يسمحش يعني بمهاترات. طبعا الاعلاميين اللي ضد المستشار مرتضى كانوا متجننين ان انا طبعا خدت القضيه وكانوا بيشتموا فيا وكده. للاسف يعني كتير في الوسط الاعلامي
يعني ما هوش حيادي يعني الدنيا متحزبه. اذا انت مش انت معاه تبقى عدو، انت مش مع مش معاه يبقى انت مع الناس أيوة. التانيين. وبعدين انا بقول لك في الوسط الرياضي إيه، انا شخصيه مش مرغوبه يعني، هو عاوزين حد عشان إيه؟ الكلام اللي بتقوله عشان بقول الحق يعني حاجة. النهارده بقى هكلمك على اتحاد الكره هقول لك جرايم، عاوزهم يحبوني طبعا؟ لا اكيد 100% كويس. فحتى اللجنه اللي مشيت كانت غير جاده في قضيه القرار. كلموك اللجنه السابقه اللي هي رحلت يا بيه برئاسه المستشار عماد عبد العزيز، كلموا معاك في قضيه القرن، واحد التنفيذيين اللي هم في اللجنه التنفيذيه رفض المساله بدون ما تذكرش اي مفيش اسماء، وانا ما باكدش على اي اسماء، لكن ولكن ده حصل يعني خلاص. اللجنه المعينه كانت عايزه تمشي في القضيه واللجنه التنفيذيه قالت لهم لا. لا هي اللجنه المعينه مستشارين يعني، اللجنه المعينه اللي مشيت ما رفضت انها تشتغل القضيه، بس في حد مهم منهم يعني انا تواصلت معاه وقال لي فلوس ومش عارف ايه وكده، ولا حاجه خالص اكتر من رسوم محكمه التحكيم الرياضي كمان، وان شاء الله اذا كسبنا القضيه ترجع لنا فلوسنا كمان. طب في رايك ليه المسؤولين في نادي الزمالك ما بيسعوش ورا حقهم ده؟ انا دي علامه استفهام كبيره، علامه الاستفهام الاكبر منها موقف المستشار مرتضى منصور من هذه القضيه. هو الراجل ما نفاش القضيه، ده قال لك احنا خدناها عشان الملف اللي حضرتك كاتبه ما كانش عاجبه هيوديها. انا هبعت لك الملف ومن فضلك اقراه كويس وقول وناقشني فيه عشان هتفهم مدى صعوبه القضيه دي وانا بتعامل معاها ازاي عشان اوصل لنقطه معينه. بعد كده هبقى في منتهى العنف، بس انا عاوز اوصل لنقطه معينه في القضيه دي. فانا ماشي يعني بلاش نقول الكلام ده، ابقى اقوله لك بيني وبينك كويس. يمكن لعل اللجنه الجديده او المجلس المنتخب بعد كده يكون له خطوه. ما تكشفش يعني في نقاط محوريه في القضيه فانا مش عاوز اوضحها يعني. قلت لي قبل الهوا ان اغلب الاعلاميين حتى الاهلاويه متاكدين ان اللقب زملكاوي. يعني انا تناقشت مع ناس كتير جدا كويس وناس اهلاويه كمان واعترفوا ومسؤولين كبار في النادي الاهلي بس اللي هم المتقلبين اللي هم مثلا الاهلي معاهم كويس يمدحوا الاهلي وهم اهلاويه الاهلي معاهم وحش يقطعوا في الاهلي. خدت بالك كده يعني؟ خلي بالك انا صندوق اسود يعني، انا عندي اسرار كتير عندي طبعا يعني انا عندي معلومات. طب انت لو عايز توجه كلمه لاداره الزمالك سواء الحاليه او المنتخبه القادمه تقول لهم ايه في القضيه دي عشان اقفل الحوار فيها؟ هقول لهم انتوا اصحاب حق ولازم تكونوا على قناعه تامه بهذا الامر، وانتوا مطالبين من جماهير النادي بحق النادي خلاص ماشي. طبعا بكره الصبح الشارع الرياضي وخصوصا الاهلاويه هيسبوا فيا سب، خدت بالك؟ لكن انا الموضوع ده ما بيهمنيش، انا بقول الحق. هم وكتير من الناس عارفين ان انا بقول الحق وفي النقاش كويس. انا بعد ما تخلص الحلقه هشرح لك ليه الزمالك هو نادي القرن، وإذا ما اقتنعتش بكلامي قول لا كلامك. طب ما تشرحه للجمهور. اشرحه يعني في دقيقتين كده ليه؟ اشرحه لك انت بشكل خاص يعني. لا ده لان في اسرار في اسرار خلاص. وبعدين يعني ناقشوني في نادي واحد زائد واحد بيساوي اثنين، ناقشوني في نادي الزمالك سالوني كويس، قلت لهم عشان كذا وكذا وكذا وكذا، يعني شرحت لهم كل حاجه خلاص. واكد لي ناس يعني كبار من الزملكاويه انه فلان الاهلاوي قال له ايوه صحيح، وفلان الاهلاوي قال له كذا وقال له كذا. يعني مش عاوزين نقول كلام عشان ما نبقاش تحت طائله القانون. هي واضحه، هي واضحه. السبعه والتسعه النظريه الشهيره بتاعت الاستاذ حسن علام الدين. لا وفي حاجات تانية كمان غير السبعه والتسعه بتؤكد هذا الكلام يعني خلاص، حاجات كتير يعني. وبعدين خلي بالك الاتحاد الافريقي معرفش يعني لغايه فتره قريبه كان حجم الفساد اللي فيه غير عادي. ف
في كل حاجه بان في ادارته وفي حكامه وثبت رسميا على فكره ثبت بشكل رسمي يعني حاجه بقى احمد دوت اللي جه مش احمد احمد اسمه انت تقصد احمد احمد اللي هو الرئيس الرئيس السابق مستعجل قوي احمد احمد سرق بسرعه قوي مستعجل اول ما جه راح دخل في مشاكل الفساد أيوة. اول ما جه ما عادش شهرين ثلاثه والدنيا اشتغل الشركه لاجاردير دي يعني شركه مشبوهه وتعاملات مشبوهه وبحقوق مشبوهه ده حققوا معاهم فتره كبيره جدا طبعًا. في اكتر مكان طبعًا عايز انتقل من الجزئيه دي لان احنا طولنا فيها عشان عندي اكتر من موضوع انتخابات الأندية وانتخابات الاتحادات يعني الأندية مفترض ان كان بيبقى في انتخابات من فترة سواء كان في الاتحادات او الأندية سبب تأجيلها عندنا هنا في مصر يعني جاء لجنة الاستاذ عمرو الجنايني ومن بعدها اللجنة الحالية الاستاذ احمد مجاهد وفي الحالتين مش شايفين خطوات إيجابية نحو اجراء انتخابات سواء في الاتحادات او حتى في الأندية تمام الإجراء القانوني المتبع عندما يستقيل مجلس إدارة اتحاد الكرة بتعين لجنة مؤقتة لإجراء انتخابات جديدة لمجلس إدارة جديد لما استقالت مجلس إدارة اتحاد الكرة لما استقال كان في نهاية مدته فجت اللجنة اللي تعينت كويس يعني كان بقاله حاجه 9 شهور حاجه زي كده فتعينهم لمده 6 شهور فخطبوا الفيفا قالوا بعد 6 شهور بقاله 3 شهور هتجرى الانتخابات فنمدي له سنه ما ادوله سنه كويس ومجلس عمرو الجنايني ما عملش انتخابات كويس جم مدين له 3 شهور كمان ما عملش انتخابات جات الفيفا ممشيه كويس وعندما سئل الدكتور جمال محمد علي انتوا ما عملتوش انتخابات ليه؟ قال لك الحقيقه الملف ده احنا ما اشتغلناش فيه خالص. حاجه غريبه ما انه جايين عشانه. انت ده عملك الاساسي اللي انت مش جاي انت جاي تعمل انتخابات. الاتحاد. اللي جاي للاتحاد ومديره التنفيذي بيديروا الاتحاد لجنه مسابقات لجنه انضباط. انت جاي تعمل انتخابات انت جاي تعمل انتخابات بس زي طالب سقط بنقول يا ابني انت سقطت ليه؟ يقول اصل انا في الحقيقه ما ذاكرتش. ايه يا دكتور؟ ما كانش في وقت ان انت ان انا اذاكر كويس عاوزين يقعدوا اطول فتره خلاص طيب مشي جه احمد مجاهد اشترطوا عليه قالوا مش هتترشح في الانتخابات لان انت اللي هتدير الانتخابات ما ينفعش تترشح قال لهم ماشي تمام من يوم ما اتحط لغايه النهارده ما امشي ولا باي اجراء للاعداد للعمليه الانتخابيه تمام عشان تجري انتخابات على الاقل مش اقل من 4 شهور اعداد طب هو ما خدش ولا خطوه في الاعداد للعمليه الانتخابيه الى هذه اللحظه ولا خطوه يعني انت احسب 4 شهور من اول من النهارده من اول ما يبدا بايه باعداد نمره 1 اللائحة الانتخابية ولائحة الاستئناف الانتخابية تمام؟ هنا هيبدأ بعقد جمعية عمومية غير عادية لاعتماد اللائحة الانتخابية لائحة الاستئناف الانتخابية تشكيل لجنة الانتخابات تشكيل لجنة الاستئناف الانتخابية خلاص؟ هيعمل جمعية عمومية غير عادية عشان يعتمد الأربع حاجات دول وبعد كده هيحط جدول الاعمال وهيدعو للانتخابات ترشح للترشيح هيدعو للترشح كويس ياخد له فتره مثلا اسبوعين وقبلها اسبوعين في الارسال شهر وبعدين اللجنه الانتخابيه تقبل من تقبل وترفض من ترفض من المرشحين يتم الاستئناف عند لجنه الاستئناف تقبل من تقبل وترفض من ترفض وكده خلاص اعتمدت قائمة المرشحين يتم الدعوة الجمعية العمومية الانتخابية لانتخاب مجلس الإدارة بعد انتخاب مجلس الإدارة هيحصل طعون تروح للجنة الاستئناف تفصل فيها
وبكده يتم تشكيل مجلس إدارة الاتحاد الجديد. الموضوع ده عاوز 4 شهور. طب أي إخفاق فيه أو أي إجرام الصح يزود يبطل الانتخابات كلها. آه. يوم أحمد مجاهد يعده كمان 6 شهور ولا سنة هذا الموضوع. هم عايزين كده. طيب اللجان المعطلة في الوقت الحالي داخل اتحاد كرة القدم احنا نتكلمها. يدير اتحاد الكرة سوبرمان المهندس أحمد مجاهد. أنا بسميه سوبرمان. سوبرمان، سوبرمان ده يعني حاجة كويسة؟ آه طبعًا، رجل قوي. رجل قوي. أيوه طبعًا قوي. طب هل القوة تخليك مع القوة دي ممكن تكون مفيدة ممكن تكون مدمرة، لكن أنا بقول هو رجل قوي. ليه؟ الانتخابات موجودة لما يحب إنها تبقى موجودة. ومش موجودة لما يحب إنها تبقى مش موجودة. ولجنة وموجهة. آه. كويس، بقرارات معينة بصورة فجة. بصورة يعني حتى مش احترافية، مش قانونية، مش لابسة لباس الإجراءات القانونية السليمة واللوائح. لا 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 لا، ده بيضرب بعرض الحائط كل حاجة، شمال شمال يمين يمين زي ما هو عايز. كويس، وبقوة كمان. أنا بعترف إنه قوي. أنا قوي. طيب آخر حاجة، أهم القضايا المعروضة دلوقتي أو المطروحة وأهم أخبارها. أهم قضية عبد الله السعيد. عبد الله السعيد، ودي اللي هنختم بيها. تمام. عبد الله السعيد، في رأيك إن الأهلي أو مركز التسويق اللي قبل مرة تانية وقالوا إن عبد الله السعيد هيدفع الفلوس دي هتدفع؟ خالص. مش هتدفع. ولا هياخد ربع جنيه من النادي الأهلي. ليه؟ لسبب. أولاً، قبول مركز التسويق والتحكيم الرياضي لهذه القضية خطأ، لأنه مش جهة اختصاص. المفروض اللي بيحكم هذا النزاع الاتفاقية التي تمت ما بين النادي الأهلي المصري وأهلي جدة وعبد الله السعيد. النادي الأهلي أخطأ في هذه الاتفاقية، ولو ضاف على هذه الاتفاقية 3 كلمات بس، 3 كلمات بس، كان خد 2 مليون دولار. إيه هما؟ هقول لك، أهلي جدة واللاعب يدفعوا 2 مليون دولار إذا انتقل اللاعب أو أعير داخل مصر. خلاص؟ خلال فترة عقده مع نادي أهلي جدة إذا انتقل أو أعير. أو أعير. كويس، يدفع أهلي جدة 2 مليون دولار. تمام؟ اللاعب لم ينتقل ولم يعار. عقده اتفسخ، انتهى. أهو، إنه هي العقد. أه. خلاص؟ فسقط حق النادي الأهلي. خلاص، ملوش حق. خلاص، دي حاجة. الحاجة التانية، حدد بالاتفاقية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم هو جهة الاختصاص للفصل في النزاع، مع أنه ما تدخلش أي جهة تانية. حتى النادي الأهلي لما جه يلجأ للاتحاد المصري في هذا النزاع وقال لك الفيفا قال لنا كده، الفيفا ما قالهمش كده، أنا قاري قرار الفيفا. رفضت طلبات النادي الاهلي. يقول لك لا، الفيفا ما قالش كده، ما اترفضت. لا، رفضت. انا قاري قرار الفيفا. كويس، قال لهم انتوا مالكوش حاجه. اترفضت. كويس، اترفضت. كويس، فالاتحاد المصري حتى رد عليهم قال لهم احنا مش جهه اختصاص، والقضيه ده نزاع دولي، لانه ما بين نادي سعودي ونادي مصري، يبقى والفيفا لازم خارج الاتحاد المصري. والفيفا والاتحاد المصري رفض القضيه. طيب، مجلس التسويه والتحكيم الرياضي المصري، ليه؟ على اي اساس انت قبلت هذه القضيه؟ لا يوجد شرط تحكيم ولا يوجد مشاركه تحكيم. يعني ايه شرط تحكيم؟ يعني الاتفاقيه ما فيهاش شرط تحكيم اللجوء لمركز التسويه والتحكيم الرياضي. مشاركه تحكيم ان الاطراف او الطرفين يكرم باختصاص مركز التسويه والتحكيم الرياضي. ودي في لائحه مركز التسويه والتحكيم الرياضي نصا موجوده، يا شرط تحكيم يا مشاركة التحكيم. ثالثا، ده نزاع دولي مش اختصاصك. رابعا، الاتحاد الدولي رفض القضية، فما ينفعش تلجأ لأي حد تاني. طيب، انت اصدرت حكم، مين المسؤول عن تنفيذه؟ الاتحاد المصري لكرة القدم. الاتحاد المصري لكرة القدم مش معترف بيك اصلا. صحيح. مش معترف بمركز التسوية والتحكيم. كل الشكر والتقدير يا اسم محمد. الله يخليك. شكرا جزيلا ونورتنا. ربنا يخليك. ان شاء الله في حلقه قادمه ناخذ برضو مساحه اخرى للحديث عن العديد من القضايا، لكن فعلا كلنا استفدنا منك. شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم مع جمهور التالتة يمين وشمال، هنشوف جمهور الزمالك بيقول ايه وجمهور الاهلي بيقول ايه في التالتة يمين وشمال. فاصل ثم نتواصل. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، التالتة يمين وشمال.
زي ما قلنا فكرة البرنامج عبارة عن طرح كل القضايا سواء كانت تخص نادي الزمالك أو نادي الأهلي أو نادي الأهلي أو نادي الزمالك. وبما إن إحنا بنتكلم عن التالتة يعني الجمهور الخاص بالناديين، فدايما الجمهور ليه رأي، وهو في الفقرة الثانية اللي بيقول وجهة نظره دون أي تدخل مننا، حتى الأسئلة مش هنكون محضرينها بالنسبة لهم، هم اللي هيقولوا قضاياهم وهنتناقش فيها بالشكل المحترم المهذب. لكن الغاية من الموضوع إن إحنا نعرف إن في مادة حوارية، طول عمرنا بنتحاور أهلاوي وزملكاوي وده بيشجع وده ما بيشجعش، لكن عمرنا ما بنتجاوز أو بنتعصب التعصب اللي إحنا شايفينه في جمهور سوشيال ميديا هذا العصر. دايما اللي بيجوا لازم يكونوا مميزين، لازم يكون ليهم دور على الميديا أو السوشيال ميديا أو في المجال الرياضي عشان يكون لهم حق الظهور في التالتة يمين وشمال. خليني أبدأ من اليمين، هناخد التالتة يمين الكابتن أحمد إبراهيم لاعب نادي الزمالك السابق. منورنا كابتن أحمد. بنورك يا أستاذ. أهلا بيك وأهلا وسهلا مشاهدين. شرفتنا. شرف لينا طبعا. الناقد الرياضي والإعلامي الزميل أستاذ إسلام علوي. منورنا أستاذ إسلام. ربنا يخليك أستاذ عزت. سعيد تجدد اللقاء مع قامة إعلامية زملكاوية قوية جدا زي حضرتك. ده شرف لينا أستاذ إسلام. ده التالتة، وطبعا هنروح التالتة يمين، هنروح للتالتة شمال. الدكتور محمد عوني راجل من الشخصيات المحترمة جدا المهذبة جدا اللي يتكلم، هو مش انت لوحدك بس انا عارف ان واحد باتنين، هما برضو الاتنين دول باربعة، وما عرفش بقى هتعرف بتتكلم معاهم ولا لا. دكتور محمد منور. اهلا بحضرتك. منور ربنا يخليك. الحلقة اللي فاتت انت كنت عامل شغل كويس جدا، ربنا يخليك. كل الناس اسست عليك باسلوبك الراقي وحجتك وحوارك الراقي جدا. الحمد لله. رأيك في فكرة التالتة يمين وشمال؟ طبعا فكرة محترمة جدا انها بتجمع الاهلاويه والزملكاويه على قد ما بنقدر، ان احنا بنحاول يعني نشيل التعصب اللي موجود بشكل كبير خلال الفتره اللي فاتت على السوشيال ميديا، بنحاول ان احنا نوصل وجهه نظر يعني الفريقين او الجمهورين بطريقه محترمه، فاعتقد انها فكره ناجحه بشكل كبير يعني، وباذن الله تحقق نجاح كبير. استاذ اسلام، التالتة يمين وشمال شايفها ازاي؟ وعايزك تبدا لي بحاجه من عندك من جمهور التالتة يمين. هو الاول طبعا برحب بالدكتور محمد عوني، طبعا اكيد حاجه راقيه جدا اللي حضرتك عاملها يا استاذ عزه الجديده، يعني حاطط النار جنب البنزين زي ما بيقولوا. مفيش نار ولا بنزين خلاص، بس الناس كلها اصدقاء وناس طبعا، الناس عايزين ننقل للجمهور الماده الحواريه الراقيه دي. احنا قبل الفكره بنتناقش عادي جدا طبعا. بالظبط، ان انت تتقبل يعني وجهات نظر بعض دي جديده. انا بتكلم السوشيال ميديا فعلا بقى في حاله انشقاق غير طبيعي، واللي ضدك ضدك فكريا بقى عدوك، يعني مش عشان اختلف معاك اكون عدو ليك، انا ممكن يكون ليا وجهه نظر ان انا مقتنع بيها وبحب النادي بتاعي وده حقي، انت تتقبل حب للنادي وانا كمان اتقبل انتمائك للنادي بتاعك، لكن احنا خدنا ديت كفكره عدائيه شويه. فطبعا استاذ محمد عوني او دكتور محمد عوني يسمح لي بقى ان انا اتكلم بما يملي عليا ضميري كزملكاوي. طبعا قول وجهه نظرك. الحدود اللي احنا بنتكلم فيه. فانا اول حاجه عايز اتكلم فيها طبعا اللي بيشغل بال الجمهور، احنا اشخاص جماهيريه جزء من جمهور نادي الزمالك. اول نقطه بنتكلم عليها وهي موضوع التاجيلات، نقطه بتشغل بال الجمهور الفتره الاخيره الزملكاوي، لماذا لا يتم تاجيل لقاءات نادي الزمالك؟ الزمالك هيلعب 5 لقاءات في 10 ايام فقط لا غير، في ضغط من المباريات غير طبيعي، ايه اللي يعني المانع من ادعي ان انا العب كل الماتشات دي اصلا؟ بالظبط، خصوصا ان الزمالك بيلعب في مواعيد ضيقه جدا وبلدان بعيده، يعني بنتكلم على في السويس، اسكندريه، في الغردقه، يعني مسافات مش قريبه، يعني محتاج استشفاء على الاقل يومين ثلاثه عقبال ما اللعبه توصل وتتمرن، لكن 3 ايام فقط ثم لقاء ثم سفر ثم ارهاق، ومن ثم بيكون في ارهاق على اللاعبين زي ما شفنا اصابات كثيره جدا زي كابتن حازم امام الباك اليمين الزمالك، ده اجهاد، يعني مش في ناس بتقول ايقافات، لا بلاش الايقافات، خلينا نتكلم على التاثير البدني على اللعيبه، عندنا لعيبه هنتاثر بشكل كبير، بشكل انا حاسه شخصيا الزمالك هيخرج لو ما تمش تاجيل لقاء مصر المقص. يعني احنا اللي بنطالبه كجمهور الزمالك ليه التعنت في عدم تاجيل اللقاء ده على الاقل خالص، ادينا اسبوع. فلقاء مصر المقص ان هو المفروض مزمع ان هو يكون يوم الجمعه، عايزين يا جماعه يعني راحه شويه، احنا جايين من جونه، الجونه عندنا لقاء جونه بكره نتمنى ان شاء الله باذن الله ان احنا نكسبه، لقاء مش سهل، كابتن رضا شحاته يعني عامل فريق بشكل كبير، غايب عندنا استاذ عزت اسماء مش سهله، فايه ليه التعنت؟ ده السؤال اللي بيطرح نفسه ومفيش اجابه غير ان هو كده، عاجبك كده، عاجبك مش عاجبك. الاجابه دي بتخص اتحاد الكوره وبتخص النادي الاهلي. احمد يعني شايف ان زي اللي بيقولوا اسلام انت معاه فيه، وايه اسبابه؟ ايه اسباب ان المباراه دي تلعب بالشكل ده؟ وهل في تعمد او في رغبه عند مسؤولين اتحاد الكره ان الزمالك يبقى مش جاهز للمباريات؟
طبعا انا بتفق طبعا مع كابتن اسلام في كل حاجه هو قالها، هضيف بس حته صغيره. اولا ثقافه اللاعب المصري او الطريقه اللي تاسس بها اللاعب المصري مش زي فرق كبير ما بين اللاعب المصري واللاعب الاوروبي. اللاعب الاوروبي يقدر يلعب كل يومين ماتش، دي حاجه دي هي تركيبته والطريقه اللي هو اتمرن عليها كده، هو متعود على كده. التاسيس هم متاسسين ومتعودين على كده. اما احنا هنا في مصر طبعا مستحيل من ناحيه تدريبيه ومن ناحيه الفنيه ومن ناحيه الذهنيه، مفيش لاعب مصري يتحمل كل يومين ماتش، دي مستحيله مش موجوده يا استاذ عزت. احنا في مصر احنا عارفين قدرات اللاعب المصري لحد فين، وده اللي مأخرنا كتير بصراحه. اما بالنسبه لاتحاد الكره انا فعلا على راي الكابتن اسلام مش لاقي سبب. طب انت اجل لي، احنا مطالبين اجل ماتش المقصه، ما هو حرام الزمالك مضغوط، اللعيب عليها اجهاد، الاصابات اللي اغلب الاصابات بتحصل في صفوف الفريق بتحصل بسبب الاجهاد مش بسبب تدخلات عنيفه او اي شيء تاني غير كده. فاحنا دلوقتي لازم تبقى عارف دي ثقافه لاعب، لازم اتحاد الكره يسهل لجميع الانديه ما يشتغل. يعني انا مش عايز اقول ان اتحاد الكره بيشتغل لجهه معينه او نادي معين، يعني لا. انت هنا جمهور الثالثه يمين بيقول ان هو لازم ياجل مباراه المقصه ولازم يبقى في تاجيل بالتحديد تحديدا ولازم صحيح. يبص بعين معينه للنادي الزمالك، نادي الزمالك سابق النادي المنافس بعدد كبير من المباريات. ليه الداعي على كده؟ وفي نقطه كمان قبل ما اختم الجزئيه دي بالتحديد يا استاذ عزت، الزمالك ده لقاء في الكاس، يعني احنا مش طالبين تاجيل في الدوري عشان بيجوا يقولوا مثلا احنا عايزين ناجل في الدوري عشان المنافس، ده لقاء في الكاس. ولو نتكلم كمان عن اللائحه نفسها بتاعه الاتحاد المصري والاتحاد الدولي بتسمح بان اي نادي يشارك من عنده لعيبه لا تقل في المنتخب. احنا عندنا اربعه، ولكن هو بيقول اللائحه نفسها بتاعه الاتحاد المصري بتقول 2 لعيبه فقط ينضموا للمنتخبات او لعبه دوليه بيسمح بتاجيل للفريق. دي لائحه وضعها الاتحاد المصري لكره القدم، يعني لو هو مش ملم باللائحه بتاعته دي تبقى مشكله. طيب هو السؤال هنا بقى لاداره الزمالك، هل تقدموا بطلب بالفعل لتاجيل اللقاء وكان الرد ايه؟ طب هاخد وجهه نظر الثالثه شمال دكتور محمد. طبعا في البدايه قبل ما اتكلم في النقطه دي حابب طبعا ان انا ببارك لمجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب وجمهور النادي الاهلي والجهاز الفني واللاعبين طبعا على بطوله السوبر الافريقي. واحنا بنبارك لك وبنبارك لكل الاهلاويه طبعا. ربنا يخليك يا استاذ عزت. طبعا بنبارك لهم على بطوله السوبر الافريقي وبنبارك لهم على طبعا يعني حققوا المطلوب بالكامل الموسم اللي فات، الدوري والكاس ودوري ابطال افريقيا وبرونزيه كاس العالم والسوبر الافريقي. ثالثه شمال حاسس بالرضا طبعا، لعيبه رجاله وحققوا المطلوب منهم، يعني ما فيش افضل من كده. تقريبا كل البطولات بالفعل اللي شاركوا فيها حصلوا عليها، ايه المطلوب تاني؟ بجانب ان دوري ابطال افريقيا النسخه الحاليه الاهلي ماشي بشكل مميز، وصل للسيمي فاينال، بينافس بشكل كبير، ربنا يكرم باذن الله نتخطى الترجي التونسي ونلعب الفاينال سواء قدام الوداد او كايزر تشيف. بطوله الدوري ماشيين بشكل ممتاز، عندنا مباريات باذن الله لما نرجع نلعبها هنتخطى نادي الزمالك. يعني الاهلي ماشي بشكل كويس جدا، ما عندناش مشاكل بفضل الله. يعني طيب رؤيتك للتاجيلات او وجهه نظر؟ انا متفق معاهم لان يعني اكتر فريق عانى في الفتره الماضيه النادي الاهلي من موضوع الضغوط والاصابات، فطبعا انا متفق معاهم لان كل شخص او كل نادي من حقه ان هو يدافع عن فريقه بالشكل اللي يفيد الفرقه فنيا. النهارده هو النقطه اللي بيتكلم فيها، انا كنادي اهلي اكتر حد انضر بعد ما رجعت طبعا من كاس العالم للانديه وشاركت في بطوله الدوري، ضغوط مباراه سموحه، مباراه الجونه، مباراه اكتر من مباراه، لا مباراه المصري حضرتك لو تتذكر الفتره دي لعبنا زي ما هم بيتكلموا بالظبط كل 3 ايام بيبقى عندنا اصابات كبيره، خاصه ان الاهلي كان جاي من بطوله قاريه بجانب دوري ابطال افريقيا. فطبعا موضوع التاجيل ده شيء مهم جدا سواء للاهلي او للزمالك، فانا متفق معاهم. وحتى يكون في تكافؤ للفرص، يعني كل ما الفريق يكون مرتاح اكتر والادوات بتاعته موجوده انت تستمتع بالكوره ويبقى حتى التنافس موجود. انما موضوع اللي هو سوري في الكلمه سال البيض ده مش هينفع. طيب انا ليه هاخدك يا احمد؟ محترم والله فعلا صح وجهه نظر سليمه. طب احنا اتفقنا لحد لحظه دي برضه ايه السبب فعلا في طب ليه ما تاجلش؟ طيب ايه ليه الضغط ده؟ ايوه الاهلي ماليش دعوه، انت بتتكلم هنا في مسؤوليه. النقطه يعني اتمنى ان الكل يتعامل بنفس المنطلق اللي هو كل اللي هو اي حد اهلاوي او بيختلف في التيشيرت اللي هو لابسه من نفس المنطلق بتاعك ده يا دكتور، وهو نقطه احنا ليه ماشيين بنظام سلق البيض وعدم الحياديه. انا هنا عايز اسال سؤال، امتى هيكون عندنا زي ما بنشوف في كل دوريات الأوروبية حتى الأسيوية ده الإفريقية راجل بيحصل فيها كده، إنك أنت تبقى عارف كل ماتشاتك طول الموسم ومريح بالزبط. إمتى ومؤجل ولا مش مؤجل والمنتخب بتاعك هلا. إحنا ماشيين طول عمرنا كل سنة
بنقول لا تاجيلات لا نأجل عايزين نستغل ولا طب يا احمد ما اختلفت الاشخاص هم نفس السيستم على فكره ده من سنين هو نفس السيستم اقول لحضرتك على حاجه يا استاذ عزت الازمه ديت سببها حاجه بسيطه جدا وهي الخوف ما تزعلش مني على خروج الاهلي الافريقي ده مختصر اقول لحضرتك اتحاد الكره تقصد اللي بيعمل طبعا طب اتحاد الكره خايف يا وجهه نظر طب لا هيرد لكن انا هسال انا هسالك او هسال احمد عشان انت اتكلمت قليل اتكلموا هم هضمينك يعني مش مشكله ليه يعني الزمالك ما بيطالبش بحقه ليه نادي الزمالك ككيان ما بيطالبش بحقه في المساله دي نادي الزمالك ككيان نادي الزمالك بيمثل جمهوره نادي الزمالك احنا في يمثل جمهور ولا جمهوره بيمثل جمهوره مثله احنا في اخر فتره نادي الزمالك ثلاث مجلسين معينين لغايه دلوقتي مين صاحب القرار ده كارتلون جيب محدش عارف مين جاب كارتلون يعني دي حاجه برضو من الحاجات الغريبه جدا محدش عارف مين مشى باتشيكو ومين جاب كارتلون ده في قرارات كمان يعني احنا عرفناها بعد كده اتاخدت وصاحب الكلمه في مجلس اداره رئيس اللجنه قال لك انا ما اعرفش عنها حاجه طب مستني ايه تاني يا دكتور طب مين يا استاذ عزت مين اللي هيقدم طب مش المفروض رئيس اللجنه واللجنه المؤقته اللي بتدير هم اللي بيطالبوا بحقوق نادي الزمالك المفروض هم دلوقتي على عاتقهم مهمه كبيره جدا جمهور نادي الزمالك دلوقتي يعني هو ما عندوش غير بطوله الدوري مركز فيها جدا وبطوله الكاس طب هو دلوقتي طب انت دلوقتي عندي ضغط مباريات وفي نفس الوقت انت ما بتقدمش شكوى للاتحاد عشان اجيب حقي طب مين هيقدم شكوى يعني انا نادي الزمالك عمل حاجه غريبه ما اعرفش انتم متفقين معاها ولا ضدها حته تهنئه النادي الاهلي ده شيء مهم جدا ودايما اي رئيس لنادي الاهلي بيهنئ نادي الزمالك واي رئيس نادي الزمالك بما فيهم المستشار مرتضى منصور والمستشار عماد عبد العزيز واي رئيس سابق هن نادي الاهلي اللي انا شفته غريب جدا اول مره اشوف بيان تهنئه يعني بيان مكتوب بالتهنئه بيان مكتوب بالتهنئه انا ما شفتوش لا في الاهلي ولا شفته في الزمالك يمكن اول مره اشوف بيان بالتهنئه ممكن اشوف برقيه تهنئه برقيه انما بيان دي جديده دي جديده كل بص حضرتك هقول لك على حاجه في على السوشيال ميديا لفظ دارج على جمهور الزمالك يجي او نادي الزمالك بشكل عام الفريق المنافس بيسمونه نادي الضحك صح كده اللفظ ده مشهور يقول لك فريق الضحك طب هم اللي اكبرون احنا فعلا بقينا فريق الضحك لسبب ان هم كل حاجه بتحصل تضحك ده حقيقي حل مجالس تضحك بيانات غريبة تضحك كلام مسؤولين غير مسؤول يعني كلام مسؤول غير مسؤول يضحك كلام غير مسؤول من مسؤول بالظبط تضحك جمهور عنده شغف وروح أكتر من لعيبة حاجة تضحك فعلا تحس إن اللاعب هو المفروض ينزل طيب يلعب أنا بما إن في التالتة يمين وشمال مش عارف معانا مداخلة الأستاذ عصام الحسن طيب الكابتن الحسيني سمير طبعا كابتن الحسيني سمير طبعا بنهنيه على فوز فريق السله النهارده وصعود المباراه النهائيه غدا وفوز مهم جدا لفوز يعني خليني اهني ارحب الاول بنجم كره السله والمنتخب المصري ونادي الزمالك واحد من الفاعلين جدا في عالم الرياضه المصريه كابتن حسيني سمير كل التحيه والتقدير ليك كل التحيه والتقدير ليك وليك 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 على جمهور نادي الزمالك كل التحيه والتقدير النهارده وصعود المباراه النهائيه ألف مبروك يا كابتن مبروك يا كابتن الكل بيبارك لك وبيهنيك شايف المباراة يعني فوزنا على بطل أنجولا قربنا جدا من البطولة يعني الخطوة الجاية أسهل من مباراة قبل النهائي يا كابتن حسيني لا طبعا المباراة اللي هي وانت بتلعب بطل أنجولا المرشح الأول للبطولة هو المرشح الأول للبطولة من أول يوم في البطولة لكن خلينا نقول ان انت النهارده كسرت حاجز نفسي رهيب كان ما بين كره السله المصريه وكره السله الانجليه دايما لان عارف ان تم حوالي 12 مباراه مواجهه ما بين الانديه المصريه والانديه الانجليه ثلاث فوز بس للانديه المصريه مقابل 9 فوز للانديه الانجليه فكان النهارده كسب ان انت مثل الفرقه هي البطل النهارده الاولاد عملوا جيم كانوا تفوق على نفسهم تفوق على الظروف اللي هم مر فيها قد البطوله من عدم التدريب لعدم السفر المتاخر الظروف اللي بيمر بيها نادي الزمالك الاداريه كل الكلام دوت الاولاد قدروا ان هم يتخطوا النهارده وعملوا جيم عالي جدا ان هم يكسبوا 18 نقطه ده اعلى سكور مثلا ما بين الانديه المصريه والانجليه
كل الكلام ده حدث بكره، ولكن لا يمثل بكره ان المباراه هي الاقوى والكاربت الاساسي للنادي المنستيرلي اللي داعم بصفوفه برضه محترفين اقوياء جدا، يمكن عنده جاب رمضان وعنده العجاجي الثاني جاي عنده فرقه قويه وهي الفرقه دي لم تقاتل قوتها لغايه دلوقتي ان هي لم تقابل فريق قوي طول البطوله، يعني يمكن كان مجموعتها اسهل مجموعه وقابلت دور الثمانيه الثامن على البطوله وكسبته والسيمي فاينل كانت بتلعب ضد رواندا، ولكن حتى الفوارق كبيره في قبل النهائي فارق 30 40 بونت، يعني المساله كبيره جدا فارق كبير. طيب انا هنا عايز يعني اسالك يا كابتن حسين عشان ما اطولش على حضرتك، جزئيه ان الزمالك بيلعب النهارده وهيلعب بكره مباراه النهائيه، ده يعني اللعيبه جاهزه لده، عدد من المباريات كتيره جدا وما كانش فيه تدريب يمكن قبل السفر بفتره كافيه، شايف ده ازاي؟ والله بص، هو الباسكت بول بالذات احنا متعودين على الاجواء ديت، ان انت ممكن تلعب يومين ورا بعض او ثلاث ايام ورا بعض وتريح يوم، اي دورات مجمعه بتبقى عباره عن يومين ثلاث ايام ويوم راحه وبعد كده ثلاث ايام ثانيين، فاحنا كاجواء الباسكت متعودين على دي. الخوف كله، ويمكن النهارده انا يمكن برضه مطمن شويه، ان المباراه كنا من الكوارتر الاولاني اخره وابتدينا نفرق، فابتدى الحمل الداخلي جوه الملعب يقل شويه، ولكن خليني اقول برضو ان العامل الضغط العصبي قد يؤثر غدا مع ان عدم جاهزيه اغلبيه المحترفين من الجرعه التدريبيه الكثيره، ولكن ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الشباب يكونوا على موعد مع البطوله ويقدروا ان هم يأدوا بالروح اللي أدوا بيها النهارده والبطوله كلها، لان هم قابلوا حوالي اثنين او ثلاث فرق من التقال اللي كانوا موجودين على البطوله. المدير الفني الناس كلها بتشيد بيه، انت شايفه ازاي يا كابتن حسين حتى اداؤه هنا في مصر او حتى في المباريات الافريقيه، في فارق يعني او صنع فارق مع نادي الزمالك؟ طبعا. بص، المدير الفني لما يبقى بيفصل ما بين الحب والكره والالتزام للعيبه واعطاء كل ذي حق حقه بيختلف اختلاف كلي مع نفسيه اللعيبه، يعني انت النهارده لما تبص تلاقي مثلا بيلعب سيمي فاينل، كوتش بيلعب سيمي فاينل بينزل على ارض الملعب 10 لعيبه بيغيرهم مع فرقه ثقيله قوي بيعمل روتيشن عالي جدا، اعرف ان اللعيبه دي كلها نفسيا مستريحه نفسيا مع المدرب، هو خد دقيقه زي اللي خد 10 زي اللي خد 20 هو مستريح نفسيا فبيديله اقصى حاجه عنده، على عكس لما تبقى المدرب هو بيحب فلان وبيكره فلان او هو مايل لفلان وفقد الثقه مع فلان، لا اوجاست عمل توليفه هايله، بيقدر ان هو يعمل روتيشن جامد جدا في الملعب، اللعيبه كلها بتحبه، عنده فكر النهارده لو بصيت على الملعب هتلاقي كله عباره عن جمل ما بين حتى المحترفين الجداد قدروا انهم يتاقلموا بسرعه بالجمل البسيطه بس المؤثره اللي هو كان مديها، لا هو فارق جامد جدا مع نادي الزمالك نفسيا ومهاريا، والولاد متاقلمين معاه جامد جدا عن الفتره اللي فاتت طبعا. اشكرك كابتن حسيني وبالتوفيق يا رب لنادي الزمالك ممثل مصر في البطوله الافريقيه، وان شاء الله زي ما هنينا النادي الاهلي ببطوله نهني نادي الزمالك غدا الثالثه عصرا باذن الله المباراه النهائيه، كل الشكر والتقدير لنجم نادي الزمالك والمنتخب المصري النجم الحسيني سمير. دكتور محمد يعني هاخدك، احنا اتكلمنا بلطف بقى شويه كده، نخش ليفل ليفل بقى الصعوبه شويه، بس الاول هرد على حته اسلام كان بيتكلم ان اتحاد الكوره هو خدك على الليفل على طول، اتحاد الكوره اتحاد الكوره بيأجل عشان خايف من خروج الاهلي الافريقي. لو لاحظت يا استاذ عزت وبرده اسلام والكابتن ان نادي الزمالك وهو مشارك في دوري ابطال افريقيا النسخه الحاليه في دوري المجموعات قبل الخروج كان الماتشات اللي بتأجل للاهلي كانت بتأجل للزمالك. السنه اللي قبل الماضيه لما نادي الزمالك حقق الكونفدراليه كان الاهلي بيلعب في بطوله الدوري وكان الزمالك بيتأجل له كل المباريات عشان برضه بيساعد نادي الزمالك في الحصول على البطوله، وهو ده اللي حصل. فاللي انا اقصده ان اللي بيتعمل مع الاهلي من تأجيلات عشان مشارك في البطوله الافريقيه ممكن يكون جمهور نادي الزمالك في الفتره الحاليه مش حاسس بيه نتيجه ان الزمالك خرج من البطوله ومشارك بس في الدوري، فحاسس ان التأجيلات كتيره بالنسبه للاهلي. لكن اعتقد لو كان نادي الزمالك صعد
زي النادي الاهلي في دور الثمانيه مركزين مع تاجيلات النادي الاهلي. لا اقصد انت حاسس ما انت لا انت انا بتكلم على لا هو بيكلم هو الاهلي. لا هو انت بتقول يعني هو يعني كان بيوجه اللوم لاتحاد الكره في انه ما انا فاهم. لا انا اقصد لو نادي الزمالك كان صعد يعني مثلا في دور الثمانيه يعني. كان اللي بيتاجل الاهلي كان هيتاجل للزمالك. لكن ممكن يعني في شعور في الوقت الحالي ان مباراه الاهلي بتتاجل اكتر نتيجه ان الاهلي مكمل في البطوله والزمالك خرج وبيشارك. اكيد مدركين ابعاد المباريات اللي بيلعبها بس الفكره مش كده. طب ما انتوا عندكم التاجيل بتاع ماتش المقاولين العرب صح كده؟ هقول لك ليه اتاجل. ما حدش اعترض اصلا. احنا عارفين ان انتوا عايزين تستعدوا ماتش ترجي وهيدوكم مساحه اسبوع رغم ان اربع ايام برضو وقت. انا اهو لو انا ببص بقى كزملكاوي اقول لك ما وقت كافي. لكن لا هقول تاخدوا اسبوع عشان استشفاء. لا بجانب ان انت جاي من يعني انت مثلا بقالك 15 يوم كنت في جنوب افريقيا وبعد كده طلعت على قطر عشان مباراه السوبر الافريقي هتلعب جاي هترجع النهارده يوم الجمعه عندك مباراه مع انبي في الكاس بعد كده هتسافر تونس وبعد كده ترجع تاني كان المفروض تلعب مباراه المقاولين والترجي هنا. فطبعا المساحه وزي ما انت بتتكلم في بدايه الحلقه نادي الزمالك كان عنده ضغوط. انت بتتكلم على السويس وعلى الغردقه وعلى الاسكندريه. النهارده انت برده مهما كان بتلعب في بطوله الدوري النادي الاهلي النهارده كل مباراه ببطوله. يعني النهارده انت بتلعب سان داونز عليك ضغوط. انت عارف النهارده في الكوره مش الفنيات بس مش هي اللي بتبقى تعمل ضغوط. النهارده الضغوط العصبيه والبطوله والجمهور والضغوط دي بتبقى صعبه جدا. نفس القفه اللي احنا عايزينها قدام مصر ماتش مصر المقصه. يعني هي الاجهاد البدني برضو اللي حضرتك بتعاني منه عشان السفر. انت بتسافر بطياره مش بجمل. ما انا فاهم بس برضو لا بس اقول لك على حاجه. مهما كان مش هتقدر ان انت النهارده تساوي مع كل الاحترام والتقدير للفرق طبعا والمسميات سان داونز النهارده في دور الثمانيه في بطوله افريقيا زي مثلا النادي المقصه. لا هي دي ماليش دعوه باسم الفريق يعني لما انت هتسافر بتلعب مباراه بس النهارده لما تسافر 12 13 ساعه في الجو يبقى انت جاوبت على اللي انا قلته. غير لما انت النهارده بتروح من القاهره للسويس ساعه ونص. انت اللي جاوبت لوحدك اهو صح جدا بس انت بتلعب في الدوري. طيب ماشي انت اللي جاوبت قلت جمله جميله قوي قلت قيمه اللقاء. هو سؤال بس هنا قبل عشان برضه انت الوقت بيجري وحلقتنا بتنتهي. ما ينفعش ان انت تقارن ابدا سفر من السويس من القاهره للسويس او القاهره للاسكندريه للسفر خارج مصر زي جنوب افريقيا. انا كزمالك مطالب اكسب. انا كزمالك مطالب اكسب. انت برضو انا فاهمك بس انت النهارده ما ينفعش تقارن سفر ساعتين ب 12 ساعه. ما ينفعش حتى لو انت عايز تكسب والاهلي عايز يكسب لكن النهارده في فرق. انت عارف انا اقارن في حاله ايه؟ ان انت مش هتتاجل لك وانا مثلا من لا انا بتكلم على لو انت عايز ترد الزمالك سافر ولعب بطولتين ورا بعض وجم رفضوا تاجيل المباراه حتى لو مباراه البيان الشهير اللي طلع من انا بطوله يعني لما الزمالك خد بطولتين في اسبوع كده. انت بتتكلم برضه عن ماتش الترجي لعبناه بره وقال لك لازم يلعب مباراه الاهلي. مفيش تاجيل لا تاجيل وحتى المطر والدنيا اتقلبت مفيش تاجيل. ماتش الترجيس ماتش الترجيس بتاع الترجيس لا هو لا ايوه اهو لا انتوا عايزين تاجلوه مش عشان كده. امال عشان ايه؟ انتوا كنتوا قلقانين شفت برضه نفس خايفين من الاهلي. ماتش السوبر السوبر الافريقي لما الاهلي خسر في ضربات السوبر المصري ضربات الجزاء هو السؤال بس والاهلي كان عالي جدا. بص يا دكتور يعني احنا هنشحن لعبكم ونخسر 2-0 انسحاب يعني بالنسبه اقول لك حاجه ممكن نخسر خلاص. سياده المشرف في الوقت ده كان هو النادي الزمالك كان فرحان جدا اخذ السوبر الافريقي واخذ السوبر المصري وطبعا حقه هو ملوش علاقه بقى باداء مش اداء ضربات جزاء انا خدت بطوله. النهارده كان المباراه كانت يوم خميس انا متذكر جدا ومباراه الاهلي في الدوري كان يوم اثنين. باللغه بتاعتنا كده انتقام يعني هو لا مش انتقام ولا حاجه الكوره ما فيهاش انتقام. تمام. هو رد شرف يعني كان الزمالك نادي الزمالك او رئيس نادي الزمالك في الوقت الحالي رفض بلغه الكوره كده يعاكن على جمهور الزمالك. فعلقنا عليه فعلقوا الاتوبيس بقى وعلقنا على السما طبعا. انا بعتذر لكم الوقت بتاع الحلقه بيقولوا لي انتهى بس هاخد منكم كلمات اخيره بس كل واحد يقول وجهه نظره بالشكل اللي هو عايزه. هبدا بالاستاذ احمد. تمام يا استاذ قول اللي انت حابب تقوله كجمهور الثالثه للناس اللي بتشوفك. والله كجمهور ناس الزمالك لسان حاله بيقول انا ليه ما تاجلش الماتشات بتاعتي ماتش المقصه ما بطلبش ان انا باجل. هو ماتش واحد عشان اللعيبه طبعا عندها اجهاد وفي لعيبه كتير اتصابت وانا هلعب ماتش بكره يعني معلش الناشئين اللي متصاعدين بكره انا هتعتمد بشكل كبير على اكتر من 50% منهم اللي هم الخمس لعيبه اللي هم متصاعدين بكره اللي هو سيف فاروق جعفر واسامه فيصل وحسام اشرف وحسام عبد المجيد واحمد عيد. الناس دي كلها حتى اللي كان داخل جوه الفرقه طلع فعشان رجع اللعيبه دي تاني ترجع تلعب تاني محتاجه في مشكله. ماتش الجونه طبعا بالغيابات دي في مشكله وملعب الجونه بالذات ملعب صعب جدا على فكره. كابتن اسلام اللي انت حابب توجهه الوقت مره بسرعه جدا بجد. انا بس استاذنك في اقل من نص دقيقه اتفضل. في رساله مهمه جدا عايز اقولها. احنا على قد ما زعلانين ان في حاجات بره بتظلم الزمالك على قد ما احنا زعلانين ان في حاجات جوه اكتر بتظلم نادي الزمالك واحنا رسالتنا عايزين ننظف البيت.
من جوه، انت بتتكلم عن الزمالك من الداخل، المناخ من الداخل يا استاذ عزت ايضا ملوث، وانا بقول الكلام بمنتهى الصراحه، واللي يعلم هذا او هذه الاشياء هو حد كان عنده محاكاه بالاحداث اللي جوه نادي الزمالك. على قد ما احنا شايفين ان في ازمات خارجيه، في ازمات داخليه والداخليه اخطر بكتير. من لا يحب الا صالحه العام، ومن يترزق على سمعه نادي الزمالك، ومن يتمصلح بالبلدي كده على مصلحه نادي الزمالك، واللي ما بيشوفش غير نفسه فقط ويتغنى على احلام جمهور نادي الزمالك، بنقول لهم كفايه شربتوا دم نادي الزمالك. وانا بتفق معك يا شكرا دكتور محمد. كلمة اخيره. مفيش طبعا، انا زي ما بدات الحلقه بمباركه انا زي ما بقول لحضرتك ان انا الدنيا عندي تمام، بطولات وانجازات وانتصارات الحمد لله ما شاء الله يعني. فانا النهارده كفايه بطولات بقى زي ما احنا لا ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يكرم كده الفتره الجايه. قلنا الدوري لا مش هنسيب حاجه برضه، الدوري بتاعنا برضه بامر الله ده لو كمل. بس مش هيسيبه الدوري الزمالك تقريبا. انا هنفضل بس اشوف. بقول لك انا عندي طالما قلته كده انا بقول لك الدوري الاهلي ونتقابل لاخر الموسم. بس انت قلت كلمه يعني مش عاديه، ده لو كمل. لو كمل استاذ محمد يومي خبير اللوائح، انا اتناقشت معاه قبل الهوا، واول سؤال سالته له على طبعا كنا نتمنى يبقى الوقت اخطر عشان نناقش الحق باذن الله يبقى في حلقات قادمه ان شاء الله. اللي حصل من نادي الزمالك وما كانش خطا من الزمالك، فيما يخص سيف جعفر والقصه دي، لو نادي الاهلي في الملخص تمسك طبعا على لسان الخبير محمد بيومي، تمسك في خطاب من اتحاد الكره على فكره خاطب براحته، ما هو الكلام هنا ان نادي الزمالك مش مدان او نادي الزمالك مش ما عندوش خطا، ولكن الخطا اداري بحت من اتحاد الكره. لو نادي الاهلي تمسك برفض لعب مباريات بطوله الدوري، سيتم الغاء بطوله الدوري العام هذا الموسم، وهذا على لسان الخبير محمد بيومي. فبقول لحضرتك لو كمل، لان الخطا بتاع اتحاد الكره، لكن لو ما كملش ونتمنى ان هو ما يكملش بامر الله الدوري الاهلي كالعاده. احنا ما عندناش مشاكل، انا مش عارف ان هو ما يكملش. لا نتمنى يكمل. طب ازاي انت تتمنى انه ما يكملش هو الدوري الاهلي؟ انا ما قلتش ان هو ما لا انت وانت بتتكلم كده. لا اتمنى انه يكمل. اتمنى ان هو يكمل. لا اتمنى ان هو يكمل دكتور محمد، ان شاء الله نكسب باذن الله كالعاده. شرفتنا ونورتنا يا استاذ عزت، ربنا يكرمك. استاذ احمد شرفتنا ونورتنا. شرفتنا يا استاذ عزت، ربنا يخليك. كابتن اسلام شرفتنا ونورتنا، لقاء قصير بس كان مفيد وممتع جدا، ان شاء الله يتعوض في الحلقه القادمه ان شاء الله. أعزائي المتابعين والمشاهدين، جمهور التالتة يمين والتالتة شمال، البرنامج ده ليكم، كل الآراء اللي احنا بنقولها يعني بتكون خاصة بالأشخاص، وانتوا ليكم الحكم، وأي حد حابب يعمل مداخلات هيكون في فقرة خاصة بالمداخلات، وجمهور نادي الزمالك وجمهور نادي الأهلي من خلال رموز مميزة زي اللي موجودين معانا، إن شاء الله يكونوا موجودين بصورة دائمة في التالتة يمين والتالتة شمال. إلى اللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.